قل يرجو توضيح الدعاء الذي يقوله الإنسان إذا أراد أن يسافر، لأنني أسمع كلام ولكن من الناس لكنهم لا يرفعون أصواتهم، ورغم أنني حريص على التسلط لهم إلا أنني لم أعرفه. أرجو إن كان يحضركم أن تقولوه لنا وفقكم الله. نقول: أولا، المسافر إذا ركب دابته واستوى على ظهرها فليذكر نعمة الله سبحانه وتعالى بقلبه، ويستحضر هذه النعمة الكبيرة على ما يسر له من هذه المخلوقات التي توصله إلى بلد لم يكن لا يكون بالغه إلا بشق أنفس. ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ويكبر ثلاثا ويحمد الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويدعو أيضا بما تيسر من الدعاء الوارد، مثل: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم زودنا في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم أنت الخليفة في الأهل والمال. ويدعو بما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.